ظهري. يا ظهري، اخس عليكوا على شقاوتك يا حاج. اخس عليكوا على شقاوتك يا حاج. ولسه انتي لسه شفتي حاجه؟ يلا يا زينب. معقولة اللي انت ملبسهولي ده يا دلال؟ ايه يا حبيبي مال؟ ده حتى زي القمر عليك الموف اللي راح ياكل منك حتة. صحيح؟ طبعا ومبين سنك كمان. حبيبي. عيون حبيبك. رجلي دودو لسه بتوجع. يا خبر ابيض، ما هي دودو بتدوس جامد قوي على رجليها. طيب حبيبي ينفع يشني لحد السفرة هناك؟ أشيلك؟ يا بيب تشيلني ولا أنت مش عايز تشيلني؟ هي دي أول مرة يعني ولا دي أول مرة؟ شيل يا حاج، شيل شيل يا حبيبي، ربنا يديك الصحة وتشيل. أشيلك طبعا يا روح قلبي، إنما بلاش التسيح ده، ناخد عين. صح، بسم النبي حارسنا وسيدنا. طب ايه؟ الحاجة هيشيلني ولا مش هيقدر يشيل؟ اقدر ان شاء الله، نقدر بعون الله. ها البركة. هوبا على السفرة. دي مش السفرة. يا حلاوتهم. شورت وفانيلا وشالها على ايده في وسط الصلاة قدام الناس كلها، اللي ما اتكسف وعينيه كانت كده ما حطش في عينه حصوة ملح. ونهار يا اختي عملت ايه؟ ما استحملتش المنظر، الطاجن وقع من ايديها اتدشدش 100 حتة على الارض. اخص عليك يا حاج، بقى كده تخليها تحرق في دمنا بالشكل ده؟ يا جماعة يلا الحاج بيقول لكم تعالوا اتغدوا. انا مش هقعد مع الناس دي على ترابيزة واحدة ابدا. والست انهار برضو بتقول لكم تعالوا كلوا عشان ما تقعدش معاها لوحديها، بتقول لكم يلا وما تبقوش واطيين. ما تحترمي نفسك يا وليه انت. انا مالي؟ مش هي اللي بتقول؟ اوف بقى، بقول لك ايه، روحي قولي لهم اني مت. روحي قولي لهم جايين يا زينب. يلا يا انا لو شفتها دلوقتي هقرقش مصارينها باسناني. معلش يا سميح، دي عاده وما ينفعش نقطعها. لا يا شيخة، تتقطع رقبتها في التحرير. القادرة بنت البوابة المعفن اللي عاملة نفسها بنت بارنديلو وعمالة تتمايز وتتدلع عشان تغزني وديني لقطع لسانها من اللي غليقه. معلش يا اختي، تعالي على نفسك شوية وان شاء الله هنحلها. حل وسطها البعيدة. يلا يا اختي، يلا يا حبيبتي، لحسن الحاج هيزعل مننا، ومين عارف هي عمالة بتقوله ايه ولا بتسخنه علينا ازاي. بس انا بقولك اهو، لو ضايقتني مش هسكت لها. ارقش رقبتها. بالراحة بالراحة يا اختي، تعالي تعالي. ماشي. معلش عشان خاطري، عشان خاطري. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يلا يا روحي، خدي من ايديا. احنا باكل يا حبيبتي، باكل. كل انت بقى عشان خاطري. طب اخر واحده. احبوش احبوش. يعني ما بتاكلش يا حاج؟ ده الاكل تحفه. تسلم ايديك والله يا نهار. حاجه جد. صلي على النبي يا نهار. تسلم ايدك يا حبيبتي، تسلم. بالحنا والشفا يا حاج. ايه الرزية على بعد دي عليا؟ حد ياكل الرز ويلحوس نفسه كده؟ اخس. كلي بقى يا حبيبتي انت عشان تتغذي، كلي لحد ما تشبعي. يا سلام، انا شبعت من دلعك فيا وحنانك عليا وطيبة قلبك اللي مفيش زيها دي. يا لهوي. الملوخية يا زينة. الحاج بيموت في الملوخية بتاعتي وانا عاملها لك بايديا الاتنين. لازم الملوخية دي انا هاكل منها نهار. مش لما يفضل منها يا حاج. هي ملوخيات اصلها ايه حكاية. اهلا حبيبي. حبيبتي حبيبتي يا مزة، مستنيينكم عشان ناكل مع بعض. يلا نسمي كده وناكل لقمة كده بإذن الله. الملوخية يا زينب. عادل يا ستي الملوخية. ايدك معايا يا سميحة. يا حبيبتي هات. We'll be right back.
انت ايه اللي طلعك من الاوضه وانت عرقان كده؟ ما استحملتش، وحشتيني. انت كمان وحشتني، بس انا قلت اجي اقطع لك طبق الفاكهه ده علشان تتغذى. اتغذى؟ انا بتغذى بحلاوتك اطعم بكتير. لا يا لسانك الحلو اللي موديني في داهيه ده. بقولك ايه، وانا بخف اطلع شويه، ليه يكون حد معدي من نسوانك كده ولا كده ينشن عين؟ واحنا مش ناقصين دول، نسوانك دول تتدبف عليهم رصاصه. لا 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 لا، دول بيناموا من المغرب كده صح؟ انا عودتك. يلا بينا فين؟ مش هقطع طبق الفاكهه الاول؟ سيبك من الفاكهه. الله، عشان تتغذى. الغذاء مش محتاجين بعون الله. طب ما توريني القهوه وتمسكني. لا يلا ادي امسك. لا مش هتعرف. طب وريني. طب انا اهو، انا اهو. انت عايزها بجد؟ مسكتك. انا اللي خليتك. هوبا. طب هعمل دوشه، هعمل دوشه. الحقوني يا الحاج يا اختي. ما هو زي الفل اهو، ده اللي جرى واللي حصل لا يتقرى ولا يتشاف. بقى الحاج فواز، استغفر الله العظيم، يطلع منه التصرفات دي؟ سامعين يا اما سامعين؟ لا، السمع غير الشوف يا ستي. بقى الحاج فواز يتصرف تصرفات لا تليق بسنه ولا في مركزه ولا في مقامه. لا، الراجل هيضيع منكم، انتوا لازم تتصرفوا. انا بقول لكم اهو يا اختي. انت قلتي حاجه لسه؟ ما تقولي فيها ايه عشان نعرف نتصرف. قولي لنا يا اختي، شفتي ايه؟ الهانم الجديده حطير برج من عقل الحاج. شفته هو بيسحب زي العيال وداخل من اوضته للمطبخ، وشافها بقى وهات يا زغزغه ويا ضحك راح يا ستي لفعها على ايده وشايلها كده اهو، ولافف فيها المطبخ كله، وصوت ضحكتها بسم الله ما شاء الله رن في الفيلا كلها. ما شاء الله تبارك الله، ده انت اللي هتترني علقه وهنط في كرشك لو ما اتلمتيش. اخص عليك يا حاج، اخص عليك. تاني تاني. ايه تاني دي يا اختي؟ هو انت كنت اتلفحتي اولاني عشان تتلفحي تاني؟ انت كان لفحك قبل كده؟ لا يا اختي والله ما اتلفحت. قولي لي بقى، المره دي هنسكت يا انهار. البت دي مش سهله، دي تربيه حواري ياما، دي فاهمه هي بتعمل كويس ايه. لا وحلوه ونخشة وصغيرة كده وموزوزة، والرجالة بتتقلب عيال. لا بتريل يا اختي عن نوع ده، بيريلوا عن نوع ده. ولو اي واحدة فينا فكرت تقف قصادها هتنسفها كده، هتدمرنا. امال انت عايزانا نعمل ايه؟ نقف نسقف لهم ولا نقعد نزغرط ونصفر ونحيي ونشجع؟ ولا نشد في شعرنا ونصوت؟ يا بنت اسكتي شوية خليني اعرف افكر. الله مالك يا بنتي، بتقولي كلام غريب قوي يا انهار. ما تقطعي حبل افكار. خلاص يا اختي، خلاص خلاص يا اختي، خلاص استهدوا بالله كده وصلوا على النبي وخلونا في حالنا، وان شاء الله ان شاء الله هيزهق منها زي غيرها ونخلص. يا شيخة ونخلص. ربنا يكملك بعقلك يا ست هدى. يا اختي وفين الخلاص اللي انت بتقولي عليه ده؟ لما هو هيزهق ويجيب لنا واحده غيرها يبقى يرجع ابوكي لاخوكي، واحنا نقعد نهري وننقد في روحنا لحد ما واحده فينا هتتشعل ان شاء الله. وانا هتطلق والعمل. هي فكره بقى لها فتره عماله تور في دماغي، وانا اوانها دلوقتي. وحاجه من الاتنين، يا هنرتاح كلنا ونحط رجل على رجل بكرامتنا، يا اما هنتطلق ونترمي في الشارع رمية الكلمه بس بكرامتنا برضو. فكرة ايه دي يا نورة؟ سفلة سفلة. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. يا اختي هو واخد واحدة في شقة مفروشة دي مراته. لا 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 لا. يلا ماتت ولا لسه؟ خلينا نخلص من واحدة. ايه انت خلاص نازل يا حاج؟ ننزل بقى يا حبيبتي نشوف شغلنا، كفايه بقى كده. جرى ايه؟ وانت خلاص زهقت مني ولا العسل هو اللي خلص؟ ده كلام. هو البحر بتخلص منه الميه
كلها كام ساعة وهتلاقيني مقدف وجايلك. وانت هتلاقيني واقفة على الشط وبشاورلك بالمنديل. الله، ايه الاصطباح اللي تفتح النفس دي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فواز يا روح فواز. لا انا مش قصدي كده، انا قصدي انت هتنزل بلبسك ده؟ ماله لبسي ده؟ انا مش عارف يا حبيبي انت ليه عامل كده في نفسك على طول كده، كاتم روحك ولابس لبس مش من سنك. ما تسيب نفسك شوية كده وسيبني انا ساعدك ألبسك الحاجات اللي تليق عليك وتشخلع عليك وتبينك سنك الصغير القمر ده. مش فاهم عايزة توصلي ليه. ما تسيبني أنا النهاردة ألبسك على ذوقي. إزاي؟ وسع وأنا أوريك. أوسعش؟ توسع. أوسعش حبيبي أنا وسع. ايه رايك في القميص الحلو ده؟ هو ده قميص اصلا؟ تكون عايزه البس القميص ده؟ اه وليه لا؟ ابيض. انا البس الالوان دي؟ مش كفايه البتاع اللي اديتولي الملون ده انا مكسوف منه، انا لبسته عشانك بس. انا اسمع كلامك في الحاجه اللي تخصك. اه البس بتاع ملون ماشي، فانيلا شفتيشي اوكي، ان شاء الله برطها لك في الاوضه هنا بلبوص حتى، ما عنديش مشكله. اه انما في الشغل اكل العيش لا يا حبيبتي، ده سمعه وتتلط كده. يا سلام، وهي يعني سمعتك تتلط لما تلبس قميص ملون يبين سنك؟ انا من رابع المستحيلات اني البس القميص ده. بسم الله الرحمن الرحيم. سلامتك يا حاج. ليه سلامتك يا حاج؟ انت شايفاني بكح ولا بعطس؟ لا يا اخويا لا، ما اقصدش يعني سلامتك متكحل والعطيس، بس يعني يا اخويا مش بعاده يعني يا اخويا كده تلبس الحاجات دي، يعني اسم الله عليك في ايه؟ لا ما مش بعاده، انما اهلي كده. اه يجوز برضو، بس اصلها مش عوايدك يعني يا اخويا. هو برضو الواحد لازم من حين لاخر كده يحس بسنه وشبابه. متشكرين قوي ليك يا حاج، اسم الله علينا كاننا بقينا فوق سن الاربعين. يا خبر اكيد لا، ده انتوا الخير والبركه. يا نهار اسود ومنيل كمان بقينا بركه. والنبي يا اخويا ما تنساش وانت راجع تبقى تجيب لي ملايه خضر تحطها فوق دماغي، اهو تعملني مقام الست السنوات تلف حواليا. انت خلاص بقى طول عمرك كده دمك خفيف يا مضروبه. وانت ايدك بتلسع يا حاج. بجد يا عسل. عسل بخف من ذنبك. اسم الله عليك. انما وليدي بقى ايه رايك؟ حلو. لا الحق حلو حلو يا حاج قمر يا اخويا. احنا عايزين نجيب لها هي كمان بلاقي خضرا نلف حواليها. بركاتك يا شيخة دلال. يا عين دلال يا عين دلال، ندحت عليا يا روحي؟ سمعت صوت شبه صوتك بالظبط بينده عليا، اتخبيت لك تكون انت بتنده عليا يا قلبي. ما استغناش يا قلب الحاج، يا روح الحاج. ماشي خش يا حبيبتي جوه، انت احسن تستهوي. خش يا حبيبتي جوه احسن تستهوي. اي طيب ما تتاخرش عليا يا قلبي. مش هتاخر يا عمري. اه تتاخر عليا انك وحشتني. انا اقدر اتاخر عليكي بس اجي ايه؟ الاقيكي شاربه العصير كله. احبوش. حبي احبوش. يا لهوي يا أمه. قولي تاني كده. أحبوش. يا خرابي هتوحشني. هتوحشني. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إيه ده؟ مش أنا اللي قلت؟ إيه ده أنت بتقولي له ليه؟ ما تخش يا بنت جوه أحسن تستهوي. وانت عامله ايه يا سميحه؟ احسن الحمد لله. احبوش يا حاج. لا اله الا الله مفيش حاجه دايره دي. عسل عسل. السلام عليكم.
قمر يا اخواتي، ايه الحاج اللي لابسه ده؟ ده العصفوره كتر خيرها مقيفاه اجانب. انت يا ولاد جايين نخرجك من المطبخ ها؟ احنا ما بنتحش